نشرة إخبارية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول لجمهورية النيجر السيد علي محمد لامين زين، الذي سلمه رسالة من رئيس المجلس العسكري بالنيجر السيد عبد الرحمن تياني. إثر وفاة عميد أسرة آلي الصباح سمو الشيخ سالم العالي السالم المبارك الصباح، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. عرب له فيها ولكافة آلي الصباح الأفاضل عن مواساته في وفاة فقيد دولة الكويت الشقيقة بعد مسيرة حافلة بالعطاء خدمة لبلده. في ملف رئاسيات 7 سبتمبر وعشية انطلاق الحملة الانتخابية، تستكمل المندوبيات الولائية تحضيراتها اللوجستية وترتيباتها الإدارية لإنجاح الحدث الانتخابي. والعينة في النشرة من ولاية عامة في روبورتاج هوارية كريم. ساعات قبل بدء الحملة الانتخابية، المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بن عامة يتابع آخر الرتوشات النهائية لبدء الحملة الانتخابية. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت ساهرة على إنجاح هذه العملية من جانبها اللوجستيكي والبشري، حيث سخرت العديد من الموظفين على مستوى 12 مندوبية بلدية موزعة على 12 بلدية في ولاية نعامة. هذه المندوبيات البلدية ستكون الجديد فيها بقرار الصدارة في سنة 2023، تكون هذه المندوبيات البلدية هي محطة لتركيز النتائج. المندوبية الولائية بن عامة تضمن جاهزيتها بعد أن أنهت كافة التحضيرات بتخصيص 17 قاعة للتجمع و35 واجهة إشهارية على مستوى تراب الولاية. تم تخصيص من طرف الإدارة المحلية 17 قاعة اجتماع، بين قاعة اجتماع وبين مسرح وبين قاعة ثقافة لتنظيم الحملة الانتخابية، إضافة إلى وجود بعض الأماكن الأخرى المتمثلة في الساحات العمومية التي يمكن للمترشحين استغلالها ضمن العمل الجواري التحسيسي. استعدادات مكثفة تشهدها المندوبية الولائية بن عامة حرصا منها لتوفير كل الإمكانات ضمانا للسير الحسن للاستحقاق الرئاسي المقبل. في إطار مساعي الدولة لإعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية في المجتمع، أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بالقليعة على حفل تكريم نزلاء المؤسسات العقابية المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط 2024، وتجاوزت نسبة النجاح في امتحان البكالوريا وسط النزلاء 63%، فيما بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط قرابة 45%. وزير العدل حافظ الأختام ثمن بالمناسبة النتائج المحققة، معتبرا إياها ثمرة لتبني الدولة سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي. إن هذه النتائج المحققة تبرز بشكل جلي ثمار سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي التي تبنتها الدولة وجعلتها أساسا لمعاملة هذه الفئة، تعزيزا لمسار تأهيلهم بغرض عودتهم إلى كنف المجتمع وبدء صفحة جديدة في حياتهم الاجتماعية. وضمن هذا المسعى، يحتل التعليم للرفع من المستوى الدراسي للمحبوسين والتكوين المهني والحرفي حيزا هاما في عمل المؤسسات العقابية بمساهمة فعالة من القطاعات الشريكة.
وضمن جهود ضبط المعطيات المتعلقة بالإنتاج الوطني دائما وبشأن المخزون السمكي بمختلف أنواعه، أشرف اليوم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني على إطلاق الحملة الوطنية لتقييم الموارد السمكية الموسومة بألديم 2024. الحملة تندرج ضمن برنامج أبحاث المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات لتقييم موارد الثروة السمكية. تسمح لنا العملية بتقييم المخزون السمكي، ما نطلق عليه بالمخزون السمكي بمعنى وفرة الأسماك القاعية خاصة هذه المرة على مستوى الساحل الجزائري، طول الساحل الجزائري. أيضا ستسمح أيضا برسم الخريطة البيولوجية لتوزيع هذه الثروة على مستوى طول الساحل الجزائري، إضافة إلى بعض المعلومات الخاصة بملوحة البحر بالحموضة. أيضا التسممات الغذائية، الأسباب والأعراض، شكلت محور يوم عالمي تحسيسي أشرف عليه اليوم وزير الصحة عبد الحق سايحي. وبالمناسبة شدد المختصون على أهمية الوقاية والحفاظ على النظافة لتفادي خطر التسممات الغذائية، خاصة مع الارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الصيف. لقاء اليوم يصل إلى توصيات أخرى لتعزيز الرقابة ولتعزيز تنبيه المواطن إلى ضرورة اهتمام المسائل التي هي في صالحه أكثر من شيء آخر، ثم أعتمد كثيرا على أسرة الصحافة والإعلام لتوعية المواطن على هذه المسائل الحساسة التي تهم صحته قبل كل شيء. في إطار الجهود المبذولة لحماية تراثنا الثقافي، تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية عين الضفلة من استرجاع ممتلكات ثقافية ثمينة متمثلة في حجز واسترجاع مجموعتين نقديتين مكونة من 182 قطعة نقدية من معدن الفضة تعودان إلى فترة حكم الدولة الموحدية ذات قيمة تاريخية كبيرة، تبرز جزءا مهما من تاريخ الجزائر في العهد الإسلامي. ويعكس هذا المجهود التزام قطاع الثقافة والفنون بالتعاون والتنسيق المحكم مع جميع الأسلاك الأمنية لحماية التراث الوطني ومكافحة المساس بالممتلكات الثقافية. وتكريما لأعلام الجزائر الثقافية، نظمت الإذاعة الجزائرية بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الجزائر بالنادي الثقافي عيسى مسعودي وقفة تكريمية إحياء للذكرى 14 لرحيل الكاتب الروائي طاهر وطار واستذكار مسيرته وخصاله. الندوة التي بثت على أمواج الإذاعة الثقافية نشطها أساتذة كتاب وإعلاميون، وحضرها المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغادي إلى جانب أصدقاء المرحوم ورفقائه. بدعوة من الجزائر، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة ومفتوحة لمناقشة تطورات العدوان الصهيوني المتصاعد في قطاع غزة عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق النازحين داخل مدرسة التابعين بحي الدرج بغزة، والتي راح ضحيتها أزيد من 100 شهيد. في تطورات حرب العبادة الوحشية على الشعب الفلسطيني، شن الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت أحياء سكنية في مدينة خان يونس ومخيم المغازي والبريج وسط القطاع وحي الشيخ رضوان، ونسفت مربعات سكنية بأكملها غرب مدينة رفح جنوب غزة، ارتقى على إثرها عشرات الشهداء والجرحى. من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة نابلس بالضفة الغربية منفذة عمليات دهم وتخريب لممتلكات المواطنين الفلسطينيين واعتقال عدد منهم.
وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ أزيد من 10 أشهر خلفت آثارا وصدمات نفسية عميقة على أطفال غزة جراء هول ما شاهدوه وعاشوه من قصف وفقدان للأهل وما عانوه من ألم وجراح. مراسلنا من غزة وسام أبو زايد يرصد لنا حال البراءة الجريحة في غزة. هذا الطفل لم يصب بشظية أو رصاصة، لكن الإصابة النفسية التي مني بها كانت كفيلة لأن تفقده قدرته العقلية والكلام بعد غارة إسرائيلية شنها جيش الاحتلال بالقرب من خيمتهم قبل 4 أشهر، ولا زالت حالته النفسية تزداد سوءا وتضاعفت معاناة الوالدين. صار قصف، علي أصيب يعني خلالها، فقد القدرات اللي عنده من ضمن الكلام، صار عنده اضطرابات في السلوك، فرط حركة، بنعاني معاه بشكل يومي. يعني الطفل كتير كتير تعبان وبحاجة لتدخل عاجل، وأنا بناشد العالم أجمع بالتدخل لإنقاذ طفله والسفر لتلقي العلاج. فعلى مدار أيام من العدوان المتواصل على غزة أضحى غالبية الأطفال يعانون من الصدمات النفسية، وظهرت عليهم أعراض يصعب علاجها وتحتاج إلى سنوات وإمكانيات لا تتوفر لدى المنظومة الصحية المنهارة في قطاع غزة. لما يصير قصف نشر أنا وإخواتي، يا على أمي يا على أبويا، يعني في مكان آمن في غزة، يعني إلا حضن أبوي وأمي، فيش مكان آمن في غزة، يعني وين نتخبى إلا في حضن أبوي وأمي. فمنذ بدء العدوان استشهد أكثر من 18,000 طفل وأصيب الآلاف منهم، وباتت حالتهم تزداد تعقيدا مع غيابهم عن المدارس ونزوحهم عدة مرات مع أهلهم، وكانوا طوال الحرب عونا لهم في رحلة البحث عن لقمة العيش والماء دون أن تغيب من ذاكرتهم لحظات عصيبة عاشوها خلال 10 أشهر من العدوان. لم يبقى الطفل في قطاع غزة لم يتأثر بالصدمة النفسية. في السابق كان بعض الأطفال ممكن أن يصاب بالصدمة والبعض الآخر يكون بعيد عن الحدث، ولكن الآن كل الأطفال في الحدث. انعكس على هذا على الأطفال في قطاع غزة إنه الأعراض النفسية اللي تعرض لها أشياء كثيرة جدا لم يسبق لها مثيل. فالأطفال الفلسطينيون يعيشون بين الحياة والموت أو على أطلال ركام شاخوا قبل أوانهم في حرب إبادة أرادها الاحتلال الإسرائيلي وسيلة لتحقيق مآربه السياسية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. بهذا نصل إلى ختام النشرة، ألقاكم في نشرة الخامسة. السلام عليكم.